مشاريع تضامنية جديدة تأتي لتعزز السياسة الاجتماعية بالمملكة. هنا بالدار البيضاء أشرف الملك محمد السادس على وضع الحجر الأساس لبناء مركز للتكوين المهني في مهن الخدمات، مركز سيشيد بالحي الحسني وسيمكن الأشخاص المستفيدين من تكوينات مؤهلة في قطاعات محدثة لفرص الشغل. سيشتمل المركز على مكتب بيداغوجي للتوجيه وورشات للتكوين وقاعات لتعليم اللغات الأجنبية ومرافق أخرى. هذا المشروع سينجز في إطار شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومجلس جهة الدار البيضاء ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. أشرف الملك محمد السادس أيضا على وضع الحجر الأساس لبناء فضاء تجاري مخصص للمقاولات الصغرى التضامنية بحي الوزيس. أريد من تشييد الفضاء التجاري دعم تسويق منتجات المقاولين الصغار وتثمين المنتجات المعروضة للبيع عبر ضمان ولوج أفضل للسوق وانفتاح على شركاء محتملين، فضلا عن ضمان مداخيل قارة للمستفيدين. الفضاء وهو ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية، سيتوفر على 74 رواقا للوقاعة للتخزين ومستودع ومقصف ومرافق أخرى. هذان المشروعان اللذان ستنجزهما مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستثمار إجمالي قدره 30 مليون درهم يأتيان لتعزيز مختلف الأعمال التي تقوم بها مؤسسة محمد الخامس للتضامن على مستوى جهة الدار البيضاء الكبرى، والهادفة إلى تشجيع ولوج الشباب لمختلف آليات ووسائل الاندماج الاجتماعي والمهني وتمكين المقاولين الصغار من الانخراط في الدورة الاقتصادية والتوفر على أرضية ملائمة لتسويق منتجاتهم.